دخل النجم البلجيكي إيدن هازارد في نوبة ضحك عقب صافرة نهاية مباراة الإياب بين نادي تشيلسي أمام نادي ريال مدريد والتي انتهت بخسارة فريقه. وتأهل نادي تشيلسي للمباراة النهائية على حساب ريال مدريد بعد الفوز عليه بثنائية مقابل لا شيء، مستغلا تعادله الإيجابي في مدريد بهدف لكل فريق. ونقلت الصحف الأسبانية هذا المشهد مهاجمة إيدن هازارد بعدم حزنه على خسارة فريقه وضحكه مع زملائه القدامى. وقارنت الصحف الأسبانية بين موقف هازارد عقب نهاية المباراة وموقف تيبو كورتوا الذي تزامل أيضا مع لاعبي تشيلسي في السنوات الماضية، لكنه احترم مشاعر الجماهير. شاهد مقطع إيدن هازارد في نوبة من الضحك مع لاعبي نادي تشيلسي.